السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب السادسة الإعدادية الفرع الأحيائي، أهلا وسهلا بكم في المراجعة الشاملة والمركزة لمادة الفيزياء. وصلنا إلى الفصل السابع الأطياف الذرية والليزر. بالنسبة لهذا الفصل خلينا نشوف شنو الشغلات المهمة فيه. عندنا أول شيء عندنا ما هي أهم النماذج لدراسة التركيب الذري للمادة. عندنا نموذج تومسون ونموذج ريذرفورد 1913 ونموذج فورد. ما هو النموذج الذي وضعه العالم تومسون في وصف الذرة؟ وضع العالم تومسون نموذجا يصف فيه الذرة مثل كرة مصمتة متناهية في الصغر موجبة الشحنة، يتوزع بداخلها عدد من الإلكترونات السالبة بحيث تكون الذرة متعادلة كهربائيا. عندنا مستويات الطاقة وأنموذج فور للذرة. ما هو النموذج الذي اقترحه العالم رذرفورد للذرة؟ اقترح العالم رذرفورد نموذجا للذرة افترض فيه أن الذرة تتكون من نواة موجبة متمركزة في وسط الذرة وتدور حولها الإلكترونات. ما هي أسباب فشل نموذج رذرفورد للذرة؟ عندما يكون الإلكترون في الذرة حول النواة يغير اتجاه حركته باستمرار، لذا فهو جسيم معجل. وتبعا للنظرية الكهرومغناطيسية الكلاسيكية فإن أي شحنة متحركة بتعجيل ثابت تبعث أشعاعا كهرومغناطيسيا، ولذا يجب أن يفقد الإلكترون الدائم حول النواة داخل الذرة جزءا من طاقته في أثناء الدوران، أي أنه يخسر طاقة بصورة مستمرة ما دامت الحركة مستمرة، ومن ثم يجب أن ينتهي بحركة حلزونية مقتربة من النواة في زمن قصير، ومن ثم تنهار البنية الذرية. ثانيا، عندما تتناقص طاقة الإلكترونات تدريجيا يتولد طيف مستمر، بينما أثبتت التجارب أن طيف الذرة الهيدروجين هو طيف خطي. ما هي الحقائق التي أدت إلى فشل نموذج رذرفورد في تفسير الذرة؟ الذرات موجودة وممكن أن تبعث أشعاعاً بأطوال موجية ذات قيم متميزة ودقيقة جداً، كما أن الذرات تحت الظروف الطبيعية تمثل الظروف الطبيعية تمثل تركيباً مستقراً لا تبعث أي إشعاع إلا تحت شروط خاصة مثل التسخين المواد أو تعريضها لجهد كهربائي في الأنابيب المفرغة. سؤال: لا يمكن حدوث انهيار الذرة؟ ودرست أطياف الضوء المنبعث من ذرة العناصر المثارة، حيث أثبتت التجارب العلمية أن طيف ذرة الهيدروجين هو طيف خطي، بينما فشل نموذج رذرفورد في تفسير هذا الطيف باعتباره طيفا مستمرا. يقول: ما هي فرضيات العالم بور حول نموذج التركيب الذري؟ تدور الإلكترونات سالبة الشحنة حول النواة بمدارات محددة المواقع مثل تمثل مستويات الطاقة دون أن تشع طاقة، ويمتلك الإلكترون أقل طاقة عندما يكون في أقرب مستوى من النهاية وعندما تكون الذرة مستقرة، وأن بقاء الإلكترون في ذلك المستوى يتوجب امتلاكه طاقة وزفاً مناسبين لذلك المستوى. ثانياً، الذرة متعادلة كهربائياً إذ أن شحنة الإلكترونات تساوي شحنة النواة الموجبة. ثلاثة، أن الذرة لا تشع طاقة بسبب حركة الإلكترونات في مداره المحدد وتكون الذرة مستقرة. أربعة، عندما يكتسب الإلكترون كما من الطاقة فإنه يقفز من مستويات استقراره إذ تكون طاقته فيها EI إلى مستوى طاقة أعلى E final عندما تكون الذرة متهيجة، ثم تعود الذرة إلى حالة استقرار، وذلك بعد عودة الإلكترون إلى مستوى استقرار باعثا فوتون تردده F وفق العلاقة HF يساوي لنا E يعني الفاينل النهائي ناقص الانيشال الابتدائي. خامسا، في مجال الذرة يمكن تطبيق قانون كولوم على الشحنات الكهربائية والقانون الثاني لنيوتن على القوى الميكانيكية. يمتلك الإلكترون زخما زاويا أو MVR في مداره المحدد يساوي أعدادا صحيحة من H على 2 باي، أي أن Rn هي عبارة عن N H على 2 باي و MVN Rn يساوي ان ان اتش على 2 باي، حيث ان هي مرتبة المدار وام كتلة الماس مالت الالكترون كتلة الالكترون، وبي ان اللي هي سرعة الالكترون في المدار بالمرتبة ان، وار ان هو نصف قطر المدار بالمرتبة ان، وال ان هو الزخم الزاوي الذي يمتلكه الالكترون في ذلك المدار، واتش ثابت بلانك. بين نموذج بور للذرة ان لكل عنصر طيف ذري خاص به، هذا يبين.
سؤال: احسب الزخم الزاوي للإلكترون ذرة الهيدروجين عندما يكون في المدار الأول مرة وعندما يكون في المدار الثاني. بتطبيق القانون R n يساوي ان n h على 2 باي في المدار الأول يعني n واحد 6.63 في 10 سالب 34 جول في سكند. هذا يعطيناه هذا ثابت بلانك على 2 في باي هي 3.14. راح نبسطه 6 في 3.14 على هذا نضربه 6.8 نحذف فارزا نضيف صفرين لفوق وبعدين نقسم راح يطلع لنا 1.05 10 أس سالب 34 أو تقدر تكتبها 105 في 10 أس سالب 36 نفس الشيء. بينما في المدار الثاني بس مجرد الآن نخليها 2 ونعوض بالقانون راح يطلع لنا 2.1 في 10 أس سالب 43 جول بير سكند. نكمل يقول طيف ذرة الهيدروجين. درس بور طيف ذرة الهيدروجين الاعتيادي لأنها أبسط ذرة تحتوي إلكترونا واحدا فقط وخرج بكثير من المشاهدات والاستنتاجات شكلت أساس نظريته عن ذرة الهيدروجين. يقول فعند إثارة ذرة الهيدروجين ينتقل إلكترونها من المستوى الواطئ الطاقة إلى مستوى أعلى طاقة ولا يبقى في مستوى الطاقة الأعلى إلا لمدة زمنية قليلة نحو 10 أس ناقص 8 ثم يهبط الإلكترون إلى مستوى واطئ الطاقة. إن أوطأ مستوى للطاقة الذرة E1 يسمى بالمستوى الأرضي للذرة في حين تسمى المستويات العليا E2 وE3 وE4 في المستويات المتهيجة. سؤال: لماذا لا يمتلك الإلكترون طاقة كافية لكي يهرب من الذرة لأن طاقة مستوياته سالبة؟ سؤال: ما هي سلاسل الترددات التي تنتج عن انتقال الإلكترون ذرة الهيدروجين بين مستويات الطاقة؟ عندنا سلسلة لايمان تنتج عند انتقال إلكترون ذرة الهيدروجين من المستويات العليا للطاقة إلى المستويات مستوى الأول E1 للطاقة أن يساوي لنا 1 ومتى تردداتها تقع في المنطقة فوق البنفسجية وهي سلسلة غير مرئية. عندنا سلسلة بالمر وتنتج عن انتقال إلكترون ذرة الهيدروجين من المستويات العليا للطاقة إلى المستوى الثاني E2 للطاقة أن تساوي لنا 2 ومدى تردداتها تقع في المنطقة المرئية وتمتد حتى المنطقة فوق البنفسجية. سلسلة باشل وتنتج عن انتقال إلكترون ذرة الهيدروجين من المستويات العليا للطاقة إلى المستوى الثالث للطاقة أن يساوي لنا 3 يعني E3 ومدى تردداتها تقع في المنطقة تحت الحمراء وهي سلسلة غير مرئية. سلسلة براكت وتنتج عن انتقال إلكترون ذرة الهيدروجين من المستويات العليا للطاقة إلى المستوى الرابع للطاقة وهي سلسلة غير مرئية ومدى تردداتها تقع في المنطقة تحت الحمراء. سلسلة فون وتنتج عند انتقال إلكترون ذرة الهيدروجين من المستويات العليا للطاقة إلى المستوى الخامس للطاقة وهي سلسلة غير مرئية ومدى تردداتها تقع في المنطقة تحت الحمراء. ايضا عندنا ما تردد الفوتون المنبعث عند انتقال الالكترون ذرة الهيدروجين من مستوى الطاقة E4 اللي هو 0.85 الى مستوى الطاقة سالب 3.4. فشي نسوي؟ نقول الانيشال AI يساوي لنا سالب 3.4 في 1.6 في 10 اس ناقص 19 على اعتبار الالكترون 1.6 وراح اضربها يطلع لي 5.44 في 10 سالب 19 جول والالكترون الفاينل النهائي هي E4 سالب 0.85 في 1.6 راح يطلع لي 1.36 في 10 اس ناقص 19. اقول HF يساوي لنا EF ناقص EI النهائي ناقص الابتدائي واعوض راح يطلع لي 6.63 في 10 اس ناقص 34 في F يساوي لنا 1.36 في 10 أس ناقص 19 ناقص ناقص هذا المقدار فراح يطلع لي بعدين أطلع F أقدر أطلع الـ HF اللي هو أنا اللي أريدها فراح يصير F تساوي لنا 4.08 في 10 أس ناقص 9 6.63 في 10 أس ناقص 34 راح يطلع لي 6.15 في 10 هرتز. زين هذا تردد الفوتون هذا تردد الفوتون. الأطياف يقول ما المقصود بالطيف؟ هو سلسلة الترددات الضوئية الناشئة من تحليل حزمة الضوء الأبيض بواسطة موشور. ما هي الفائدة أو الغرض من دراسة الأطياف؟ معرفة التركيب الذري والجزيئي للمادة
عن طريق تحليل الضوء الصادر عن تلك المواد ودراسة طيفها بواسطة المطيار. ما هي أهم مصادر الضوئية المستعملة في دراسة المطيار؟ الأطياف بمصادر حرارية، وهي المصادر التي تشع ضوء نتيجة ارتفاع درجة حرارتها مثل الشمس ومصباح التنكستن والأقواس الكهربائية. مصادر تعتمد على التفريغ الكهربائي خلال الغازات مثل الأنابيب التفريغ عند ضغط منخفض. عندنا أنواع الأطياف، وضح بنشاط أنواع الأطياف. أول شيء أدوات النشاط: منشور زجاجي، عدسة مكثفة لامة، حاجز ذو شق للحصول على حزمة متساوية تسقط على المنشور، 4 شاشة بيضاء، 5 أنابيب تفريغ تحتوي غاز مثل النيون الهيدروجين أو بخار الزئبق، ومصباح كهربائي خويطي، ومصدر التيار الكهربائي. نربط الأنبوب الذي يحتوي الهيدروجين بدائرة كهربائية مناسبة لكي يتوهج غاز الهيدروجين كما في الشكل المجاور، يقصد هذا الشكل، تحفظ رسمه. نضع المنشور الزجاجي في مسار الحزمة المنبعثة من أنبوب غاز الهيدروجين، ثم نغير موقع زاوية سقوط الحزمة المنبعثة حتى نحصل على أوضح طيف ممكن على الشاشة. لاحظ شكل ولون الطيف الظاهر على الشاشة. كرر الخطوات باستعمال أنابيب الغاز الأخرى والمصباح الكهربائي الخويطي. نلاحظ شكل ولون الأطياف المختلفة على الشاشة. الاستنتاج: نستنتج أن من النشاط أن الطيف الناتج من تحليل الإشعاعات المنبعثة من الغازات يختلف باختلاف نوع الغاز، وهناك صنفين من الأطياف: أطياف الانبعاث وأطياف الامتصاص. أطياف الانبعاث تعريفها هي أطياف المواد المتوهجة، وأنواع أطياف الانبعاث هي الطيف المستمر والطيف الخطي والطيف الحزمي البراق. عندنا الطيف المستمر هو طيف يتكون من مدى واسع من الأطوار الموجية الواقعة ضمن المدى المرئي المتصل مع بعضها، ويمكن الحصول عليه من الأجسام الصلبة المتوهجة والسائل المتوهجة والغازات المتوهجة عند ضغط عالي جدا مثل الطيف المنبعث من مصباح التنكستن المتوهج لدرجة البياض، هو طيف مستمر. الطيف الخط البراق هو طيف يظهر بشكل مجموعة من الخطوط الملونة البراقة على أرضية سوداء، وإن كان كل خط منه يمثل طولا موجيا معينا. وقد وجد أن لكل عنصر طيفا خطيا خاصا به، أي أن الطيف الخطي هو صفة مميزة وأساسية للذرات، ويمكن الحصول عليه من يمكن الحصول عليه من الغازات والأبخرة عند الضغط الاعتيادي أو الواضح. عندنا الطيف الخطي للصوديوم الذي يتكون من خطين أصفرين براقين متقاربين يقعان في المنطقة الصفراء من الطيف المرئي. الطيف الخطي للهيدروجين ويتكون من 4 خطوط براقة باللون أحمر أخضر نيلي بنفسجي. ما هي الفائدة العملية من دراسة الطيف الخطي البراق؟ الكشف عن وجود عنصر مجهول في مادة ما أو معرفة مكونات سبيكة. كيف يمكن الكشف عن وجود عنصر مجهول في مادة ما أو معرفة مكونات سبيكة بالطرائق الطيفية؟ وذلك من خلال أخذ عينة من تلك المادة وتبخيرها في قوس كربوني لجعلها متوهجة، ثم يسجل طيفها الخطي بواسطة المطياف ويقارن الطيف الحاصل مع الأطياف القياسية الخاصة بطيف كل عنصر. ممن يتكون الطيف الخطي البراق للصوديوم والطيف الخطي البراق للهيدروجين؟ الطيف الخطي للصوديوم يتكون من خطين أصفرين براقين متقاربين يقعان في المنطقة الصفراء من الطيف المرئي. أما الطيف الخطي للهيدروجين يتكون من 4 خطوط براقة باللون أحمر أخضر نيلي بنفسجي. ما نوع طيف ذرة الهيدروجين؟ هو طيف انبعاث خطي يحتوي على 4 خطوط براقة أحمر أخضر نيلي بنفسجي. لماذا يعد الطيف الخطي صفة مميزة وأساسية للذرات؟ لأن لكل عنصر طيفا خطيا خاصا به. المقصود بالطيف الخطي الحزمي البراق وكيف يمكن الحصول عليه؟ نقول هو طيف يظهر بشكل حزمة أو عدد من الحزم الملونة البراقة على أرضية سوداء، وتتكون كل حزمة من عدد كبير من الخطوط المتقاربة، وهي صفة مميزة للمواد الجزيئية التركيب، ويمكن الحصول عليه من مواد متوهجة جزيئية التركيب مثل غاز CO2 في أنبوب التفريغ تحتوي أملاح الباريوم أو أملاح الكالسيوم والمتوهجة بواسطة قوس كربوني. وزاري: قارن بين الطيف الخط البراق والطيف الحزمي. الطيف الخط البراق هو طيف يظهر بشكل مجموعة من الخطوط الملونة البراقة على أرضية سوداء، وأن كل خط منه يمثل طولا موجيا معينا. هو طيف يظهر بشكل حزمة أو عدد من الحزم الملونة البراقة على أرضية سوداء، وتتكون كل حزمة من عدد كبير من الخطوط المتقاربة. نحصل عليه من الغازات والأبخرة عند الضغط الاعتيادي أو الواطئ
نحصل عليه من مواد متوهجه جزئيه التركيب مثل غاز CO2 في انبوب التبريد تحتوي املاح الباريوم او املاح الكالسيوم والمتوهجه بواسطه قوس كربوني. هو صفه مميزه واساسيه للذرات وصفه مميزه للمواد الجزيئيه التركيب. عندنا اطياف الامتصاص. ما المقصود بطيف الامتصاص وكيف نحصل عليه؟ هو طيف مستمر تتخلله خطوط او حزم معتمه، ونحصل عليه عندما يمر الضوء المنبعث من مصدر طيفه مستمر خلال بخار غير متوهج او ماده نافذه يمتص منه الطيف المستمر الاطوال الموجيه التي يبعثها فيما لو كان متوهجا، وعندها نحصل على طيف امتصاص. تكون الاطوال الموجيه في طيف الامتصاص لعنصر موجود ما موجود ايضا في طيف انبعاثه، لذلك لانه عندما يمر الضوء المنبعث من مصدر طيفه مستمر خلال بخار غير متوهج او ماده نافذه يمتص من الطيف المستمر الاطوال الموجيه التي يبعثها هو فيما لو كان متوهجا، وعندها نحصل على طيف امتصاص. ما نوع طيف الشمس ولماذا هو طيف امتصاص خطي؟ لانه طيف مستمر تتخلله خطوط سوداء تسمى خطوط فرانهوفر. ما المقصود بخطوط فرانهوفر؟ هي خطوط سوداء تظهر في طيف الشمس المستمر، اكتشفها العالم فرانهوفر، وعددها ما يقارب من 600 خط. من هذه الخطوط امكن معرفه الغازات التي تمتص هذا الضوء. ما سبب ظهور الخطوط السود خطوط فرانهوفر في طيف الشمس؟ او لماذا يكون طيف الشمس طيف امتصاص خطي؟ سبب ظهورها يعود الى الغازات حول الشمس وفي جو الارض الاقل توهجا من غازات باطن الشمس تمتص من الطيف المستمر للشمس الاطوال الموجيه التي تبعثها هذه الغازات فيما لو كانت متوهجه، وهذا ما يسمى بطيف الامتصاص الخطي للشمس. ما اهميه خطوط فرانهوفر؟ وما الفائده العمليه من الخطوط السوداء في طيف الشمس؟ يمكن من خلالها معرفة أنواع الغازات التي تمتص ضوء الشمس. ما الفرق بين الطيف المستمر وطيف الامتصاص الخطي؟ الطيف المستمر هو طيف يتكون من مدى واسع من الأطوال الموجية الواقعة ضمن المدى المرئي المتصلة مع بعضها، هو طيف مستمر تتخلله خطوط أو حزم معتمة. يمكن الحصول عليه من الأجسام الصلبة المتوهجة والسائل المتوهجة والغازات المتوهجة عند ضغط عالي جداً. نحصل عليه عندما يمر الضوء المنبعث من مصدر طيفي مستمر خلال بخار غير متوهج أو مادة نافذة يمتص منه الطيف المستمر الأطوال الموجية التي يبعثها فيما لو كان متوهجا، وعندها نحصل على طيف امتصاص. نجي على الأشعة السينية. ما المقصود بالأشعة السينية؟ هي موجات كهرومغناطيسية غير مرئية أطوالها الموجية قصيرة جدا من 0.01 إلى 10 نانومتر، لا تتأثر بالمجالات الكهربائية والمغناطيسية لأنها دقائق غير مشحونة. من هو مكتشف الأشعة السينية وكيف اكتشفها؟ اكتشفت الأشعة السينية عام 1895 من قبل العالم رونتجن عن طريق الصدفة عندما كان يدرس كهربائية الغازات والتوصيل الكهربائي للإلكترونات داخل أنابيب مفرغة جزئيا من الهواء. هل يمكن أن تتأثر الأشعة السينية بالمجالات الكهربائية والمغناطيسية؟ وضح ذلك. كلا، لأنها دقائق غير مشحونة. ما هي الأجزاء التي يتكون منها جهاز توليد الأشعة السينية؟ تكون هذا الجهاز من أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء تحتوي على قطبين أحداهما سالب كاثود، وهو فتيل تنبعث منه الالكترونات عند تسخينه، والاخر قطب موجب انود وهو هدف فلزي عاده يميل بزاويه معينه مع اتجاه حركه الالكترونات المعجله ومصدر فرق جهد عالي. في انتاج الاشعه السينيه يصنع الهدف من ماده درجه انصهارها عاليه جدا. علل، يصنع الهدف من ماده درجه انصهارها عاليه لان جدا نتيجه لتصادم الالكترونات السريعه جدا المعجله بالهدف فتتولد حراره عاليه. لذا يصنع الهدف من مادة درجة انصهارها عالية جدا مثل التنكستن أو المليبيديوم. يصنع الهدف الفلزي للجهاز توليد الأشعة السينية من التنكستن لأن التنكستن يمتاز بدرجة انصهار عالية جدا مما يجعله يتحمل الحرارة الشديدة المتولدة عن تصادم الإلكترونات المعجلة بالهدف، وكذلك لأن عدده الذري كبير مما يزيد من كفاءة جهاز الأشعة السينية. لماذا تستعمل وسائل تبريد خاصة لتبريد الهدف في جهاز توليد الأشعة السينية؟ نتيجة لتولد توليد الحرارة العالية. نوعان طيف الأشعة السينية. يعد توليد الأشعة السينية ظاهرة كهروضوئية عكسية، علل ذلك لأن الأشعة السينية تتولد نتيجة تحول طاقة الإلكترونات المعجلة المنبعثة من الكاثود والساقطة على الهدف إلى فوتونات الأشعة السينية.
أنواع الطيف الأشعة السينية، الطيف الخط الحاد للأشعة السينية والطيف المستمر للأشعة السينية. علل وجود طيفان للأشعة السينية. الطيف الخط الحاد للأشعة السينية ينتج عن سقوط الإلكترونات المعجلة عن ذرات مادة الهدف، حيث تنتزع هذه الإلكترونات إلكترون من أحدى مستويات الداخلية لذرات الهدف، وعند ذلك أما أن يغادر هذا الإلكترون الذرة النهائية فتحصل حالة تأين، أو قد يرتفع إلى مستوى أكثر طاقة فتحصل حالة تهيج، وفي كلتا الحالتين تصبح الذرة متهيجة تعود إلى حالة الاستقرار بهبوط أحد الإلكترونات من المستويات ذات الطاقة العالية إلى مستوى الطاقة الذي انتزع منه الإلكترون باعثا طاقة بشكل فوتون للأشعة السينية، طاقته تساوي فرق الطاقة بين المستويين. الطيف المستمر للأشعة السينية ينتج من اصطدام الإلكترونات المعجلة مع ذرات مادة الهدف، مما يؤدي إلى تباطؤ حركتها بمعدل كبير بتأثير المجال الكهربائي لنوى مادة الهدف، ونتيجة لهذا التباطؤ فإن الإلكترونات تفقد جميع طاقتها وتظهر بشكل فوتونات الأشعة السينية بترددات مختلفة. اشتق العلاقة لحساب أعظم تردد الأشعة السينية المنبعثة من جهاز توليدها، ثم اشتق علاقة أخرى لحساب أقصر طول موجي لهذه الأشعة. يقول إن الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات المعجلة المنبعثة من الكاثود والساقط على الهدف تعطى وفق العلاقة كي إي ماكس يساوي إن إي في، وكي إي ماكس يساوي إن إتش في إف ماكس. إتش إف ماكس تساوي إن إي إف، فراح نطلع إن إف ماكس يساوي إن إي في على إتش، وبعدين يساوي إن سي على المينيم نساوي لنا اي في على اتش، وهذا راح يعطينا اتش سي على اي في، ويعتمد على ما يتوقف عظم تردد الفوتون او اقصر طول موج الفوتون الاشعه السينيه. اذكر العلاقه الرياضيه، يعتمد على فرق الجهد المسلط على طرفي انبوب الاشعه السينيه والذي يعجل الالكترون فيكسبه طاقه حركيه وفق العلاقه التاليه، يساوي لنا المينيم راح يساوي المينيموم يعني اتش سي على اي في، ويساوي ان اف ماكس يساوي ان اي في على اتش. نجي هنا، ما هي تطبيقات الاشعه السينيه وكيف نستثمر في كل منها؟ المجال الطبي، فهي تعطي صور واضحه للعظام التي تظهر بشكل فاتح والانسجه تظهر بشكل اغمق عند التصوير الاشعاعي، للكشف عن تسوس الاسنان وكسور العظام وتحديد مواقع الاجسام الصلبه مثل الشظايا والرصاص في الجسم، كذلك الكشف وعلاج بعض الاورام في الجسم، كما تستثمر لتعقيم المعدات الطبية مثل القفازات الجراحية اللدنة أو المطاطية والمحقنات، فهذه المعدات تتلف عند تعرضها للحرارة الشديدة، ولهذا فلا يمكن تحكيمها بالغليان. المجال الصناعي، للكشف عن الشقوق وفي القوالب المعدنية والأخشاب المستعملة في صناعة الزوارق، كما ساعدت دراسة طيف امتصاص هذه الأشعة في المادة على جعل الأشعة السينية أحد الطرق للكشف عن العناصر الداخلة في تركيب المواد المختلفة وتحليلها. أيضا تستثمر في دراسة خصائص الجوامد والتركيب البلوري. المجال الأمني، تستخدم لمراقبة حقائب المساهمة في المطارات، تستثمر للتعرف على أساليب الرسامين والتمييز بين اللوحات الحقيقية واللوحات المزيفة، وذلك لأن الألوان المستعملة في اللوحات القديمة تحتوي على كثير من المركبات المعدنية التي تمتص الأشعة السينية، وأما الألوان المستعملة في اللوحات الحديثة فهي مركبات عضوية تمتص الأشعة السينية بنسبة قليلة. كيف تستثمر الأشعة السينية للتعرف على أساليب الرسامين؟ وذلك لأن الألوان في اللوحات القديمة تحتوي على كثير من المركبات المعدنية التي تمتص الأشعة السينية، وأما الألوان المستعملة في اللوحات الحديثة فهي مركبات عضوية تمتص الأشعة السينية بنسبة أقل. سؤال: ما الطاقة الحركية العظمى للإلكترون؟ وما سرعته في انبوب أشعة سينية تعمل بجهد 30 كيلو فولت؟ فنقول كي إي ساوي ماكس يساوي لنا إي في فولت، كي إي ماكس ساوي لنا الإلكترون اللي هو 1.6 في 10 أس سالب 19 في 30 في 10 أس 3، على اعتبار أنه الكي ألف، فنساوي الكيلو فولت هي ألف، فراح يساوي لنا كي إي ماكس راح يطلع لنا 4.8 في 10 أس ناقص 15. احنا نريد فرق الجهد، فراح يصير كي اي في يساوي لنا نصف الطاقه الحركيه، هي راح يساوي نصف الكتله في ام في في السرعه، فالطاقه اللي طلعناها هي 4.8 في 10، راح اطلع من عندها فرق الجهد اللي هو مو فرق الجهد،
راح اطلع منها السرعه. السرعه هذه، هذه فرق الجهد، هذه هاي السرعه اللي بالكم في تو، لان هاي الطاقه الكامله. الطاقه الكامله هي نصف الكتله في السرعه تربيع. فهنا راح اطلع 9.6 تربيع الطرفين، يعني راح تطلع لي في تي في في راح تطلع لي او 1.025 متر على سكند. هاي السرعه. ما مقدار اعظم تردد الفوتون الاشعه السينيه المتولد اذا سلطنا جهاز جهد مقداره 40 كيلو فولت. فبنفس الطريقه اقول اف ماكس هي اي على في على اتش، وانا عندي الاتش الموجود عندي 6.6 63، احنا قلنا 6 هذا ثابت بلانك الاتش. ف 1.6 في 10 اس ناقص 19 في 40 في 10 اس 3، فراح يطلع لي اف ماكس هو 0.96 هرتز، اللي هو شنو اللي هو هذا تردد الفوتون اللي هو اف ماكس. زين، تاثير كومبتون، ما المقصود بتاثير كومبتون؟ لاحظ العالم كومبتون عند سقوط حزمه من الاشعه السينيه فوتونات ذات طول موجي معلوم، احنا طول الموجي اللي هذا نرمز له بالرمز الواي مقلوب على هدف من الافراطيات النقي، فان هذه الاشعه تستطار بزاوية مختلفة، وأن الأشعة المستطارة ذات الطول الموجي داعش أطول بقليل من الطول الموجي لحزمة الأشعة الساقطة، وعليه أن التغيير في الطول الموجي راح يساوي لنا الطول الموجي ناقص الطول الموجي للحزمة الساقطة بزاوية تردد ثيتا مع انبعاث الإلكترون من الجانب الآخر. أذكر نص تأثير كومبتون على مع الصيغة الرياضية، تأتي أن مقدار الزيادة في الطول الموجي لفوتونات الأشعة السينية المستطارة بواسطة الإلكترونات الحرة لذرة الهدف مقارنة بالطول الموجي لفوتونات الساقطة يعتمد على زاوية الاستطارة. فإحنا أشعدنا عندنا الطول الموجي على ناقص الطول الموجي الساقط على H على NEC يساوي لنا 1 ناقص كوساين ثيتا، ثيتا هي اللي زاوية الاستطارة. تأثير كومبتون هو من الأدلة التي تؤكد سلوك الدقائق بين الأشعات والرومغناطيسية، لأن الفوتون الساقط على هدف الكرافيت سوف يتصادم مع الإلكترون حر من الإلكترونات ذرات المادة الهدف فاقدا مقدار من طول طاقته، ويكتسب هذا الإلكترون بعد التصادم مقدارا من الطاقة بشكل طاقة حركية تمكنه من الإفلات من مادة الهدف، أن الفوتون يسلك سلوك الجسيمات. عندنا يدل على علامة بتأثير كومبتون يدل على سلوك الدقائق لموجات الكهرومغناطيسية. علامة يعتمد مقدار التغيير في طول موج الفوتونات الأشعة السينية المستطارة في تأثير كومبتون دارك هنا الصيغة الرياضية، وإحنا قلنا الصيغة الرياضية هي معناها طول الموج المستطار ناقص الطول الموجي الساقط على الثابت بلانك اللي هو على ثابت بلانك على ام اي، وام اي هي كتلة الإلكترون وسي سرعة الضوء واحد ناقص كوساين ثيتا اللي هي ثيتا زاوية الاستطارة. ماذا يحصل عند اعتراض هدف الكرافيت النقي لعزمة الأشعة السينية؟ سوف تتصدر الأشعة السينية بزاوية مختلفة، وأن الأشعة المستطارة ذات طول موجي أطول بقليل من الطول الموجي الساقط، وأن التغيير في الطول الموجي يساوي أن الطول الموجي الساقط المستطار ناقص الطول الموجي الساقط يزداد بزيادة زاوية الاستطارة مع انبعاث الإلكترونات من الجانب الآخر للهدف. ما سبب عجز نظرية الكهرومغناطيسية للماكسويل عن تفسير تأثير كومبتون؟ لأن تأثير كومبتون هو أحد الأدلة المهمة التي تؤكد على سلوك الدقائق للموجات الكهرومغناطيسية، بينما النظرية الكهرومغناطيسية اعتمدت على السلوك الموجي وعجزت عن تفسير سلوك الدقائق للموجات الكهرومغناطيسية. ما مقدار الزيادة الحاصلة في الطول الموجي الفوتون المستطار في تأثير كومبتون إذا استطار بزاوية 60؟ هاي بس نطبق دلتا الطول الموجي اللي هي دلتا راح يساوي لنا الطول الموجي المستطار ناقص الطول الموجي الساقط، وراح يساوي لنا ثابت بلانك على كتلة الالكترون في سرعة الضوء في واحد ناقص كوساين الزاوية المستطارة. فراح يطلع لي دلتا، من اطلع دلتا الطول الموجي راح اقدر اطلع يطلع لي 1.2 في 10 ناقص 3 ملم، وهو هذا اللي يريده. مقدار الزيادة الحاصلة في طول موجي الفوتون المستطار بزاوية 90. الحل احنا دلتا نطلع الدلتا، فراح الزاوية هي 90، ايضا يريد مقدار الزيادة يعني الدلتا دلتا طول الموجي، فاقول ثابت بلانك على سرعة الالكترون في سرعة الضوء
في زاوية الواحد ناقص قوس ساين زاوية الاستطالة، وراح يطلع لي التغيير في الطول الموجي راح يكون 0.0024 نانو متر. ايضا اذا كان فرق الجهد المطبق بين قطبين انبوبه توليد الاشعه السينيه فرق الجهد الفولتيه 1.224 في 10 اس 4 فولت لتوليد اقصى طول موجي تسقط على هذه الكراتيه في جهاز تاثير كومبتون، وكان زاويه الاستطاله 90 فما طول موجه الاشعه السينيه المستطاره. فاحنا شنو نقول؟ الاقصى تردد فوتون اف ماكس ايش راح يساوي لنا اي في على ثابت بلانك، وهاي الالكترون 1.6 في 10 اس ناقص 16، في هي سرعه فرق الجهد 1.24 في 10 اس ناقص 4 على ثابت بلانك، راح يطلع لي 0.3 تردد الفوتون اللي هو في 10 اس اتش سي. احنا عندنا الاقصى الطول الموجي، اقصى طول موجي اللي هو راح يساوي لنا سرعه الضوء على تردد الفوتون، فراح يصير تردد 3 في 10 اس 8 راح يطلع على هذا طول الاشعه الموجه الساقطه. نطلع الداش الطول الموجي الفتحة ناقص التغير في H، وباستخدام القانون H على MEC ناقص 1 ناقص كوساين 3، وبعدين راح تطلع لطول الموجة الأشعة السينية المستطارة. هذا بالنسبة لهذا الحل، يعني بس مجرد أنه طبق القانون وتحفظ هذا. لهنا أنا أعزائي الطلبة نتوقف إلى الليزر والليزر، وإن شاء الله في الدروس القادمة نكمل شرحنا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.